السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم المتواضعة عالم إسكا. ففي هذه الحلقة غادي نتكلموا على دولة جديدة كتطعن المغرب في الظهر. فسبحان الله، المملكة المغربية الشريفة ما عندهاش الزهر. هذه الدولة اللي المغرب دار فيها الخير، هذه الدولة اللي دعمها باش تاخذ الاستقلال ديالها، الأخير كتخرج وكتطعن المغرب من الخلف او في الظهر. كذلك غادي نشوفوا بلي الزلزال فعلا داز في المغرب، ولكن الدمار والخراب في الجزائر. محمد بن سلمان يصفع الجزائر كيقول لهم رغم انكم عندكم البترول والغاز، ولكن نتوما دولة فقيرة، لا وزن لكم ولا هيبة لكم. كذلك غادي نشوفوا ماذا وراء الصحفيين الفرنسيين الجواسيس واللي رحلهم المغرب. شنا هي العلاقة ديال هاد الناس بالجيش الفرنسي؟ واش مؤامرة فرنسية اخرى ام ماذا؟ ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا بزاف ديال الامور. لكن قبل ما نبداو، رجائي منكم كالعادة انكم تدعمونا باللايك، دعمونا بالبارتاج، كذلك الاشتراك، وما تنسوش الاخوان كتابة التعاليق، يعني غير وريضة عقلية بالراية المغربية، اي حاجة تشوفوها ايجابية فما تبخلوش بها. فعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع. فنبداو بهاد الصحفيين الفرنسيين، هادو اللي جاو على انهم صحفيين ولكن هم جواسيس. صحفيين فرنسيين جواسيس، وهذا باعترافهم الصريح. فاليوم الاخوان، الكل خاص يعرف باللي المملكة المغربية الشريفة كتعرض لواحد الحرب ضروس ضد نشاطات استخباراتية معادية. فالحمد لله أجهزة الداخلية والخارجية المغربية حقوا بهم بكل حزم من أجل فرض سيادة الوطن، فرض سيادة المملكة المغربية الشريفة. فقاموا بطرد هاد الجواسيس واللي كيتخباو في عباءة الصحافة، طردهم ورحلهم فورا إلى فرنسا. فهاد الشيء بسبب استهدافهم للدولة ومؤسستها، مستغلين بذلك فاجعة الزلزال للقيام بأنشطة تدخل ضمن أعمال الجاسوسية. ففرق الجاسوس المغربية واللي كتكون من 10 رجال بلباس مدني، خداو هاد الجواسيس الصحفيين الفرنسيين إلى مطار محمد الخامس، وبقوا تما لعدة ساعات في مقر الشرطة القضائية. يعني بداو كيتحققوا معهم قبل ما يتم ترحيلهم إلى بلادهم. وحسب آخر الأخبار أن هاد العاملين على مدى 5 أيام قاموا بلقاء شخصيات مغربية باش ياخدوا منهم معلومات حساسة كتستهدف أمن بلادنا. هاد الجواسيس من بعد ترحيلهم ما غاديش يخرجوا ويقولوا باللي المملكة المغربية استهدفتنا، فغادي يخرج كويتن مولن، وهذا راه نائب رئيس تحرير لمجلة ماريان الفرنسية. فهاد كويتن مولن غادي يخرج وغادي يقول او غادي يقرر بعد عودته الى باريس بالاهداف الحقيرة اللي جا بسببها المغرب، وغرد على حسابه في موقعه الرسمي وقال انه لم يدخل للمغرب من اجل تغطية اخبار الزلزال، بل لتعقب وتصوير الامن الخاص بالملك محمد السادس حفظه الله. بالنسبة لنا كمغاربة، فما كان خافوش من هاد اللقطاء، من هاد الجواسيس من كيدخلوا لبلادنا، لانه بكل بساطة عيون المغرب لا تنام، ما غادي ياخذوا حتى شي معلومة. كذلك اخواني اخواتي، بالرجوع الى النظام العسكري الجزائري واللي وصلت بهم الحقارة انهم يتشفاو في الكارثة اللي ضربات المغرب، يعني في الزلزال اللي ضرب عدة مناطق بالمملكة المغربية الشريفة. فالحمد لله المغرب ما قبل مساعدة ديال حتى شي دولة، حتى الدول الصديقة اللي قبل مساعدة ديالها خرجت وكتشيد بالعمل اللي قاموا به الجيش المغربي والقوات المسلحة والمواطنين، يعني المتطوعين المغاربة. فقالوا لهم ما خلاو لينا ما نديرو، لان المغرب فران وقد بحومة. فاجي نشوفوا الجزائر اللي ما دازش فيها الزلزال، يعني المغرب ضرب فيه الزلزال والحمد لله تمت السيطرة والحياة رجعت كما كانت. فغادي نشوفوا واحد الجزائري واللي كيقول باللي المروك ضرب عنده الزلزال ولكن الخراب في الجزائر، يعني واحد الزلزال مدمر بالجزائر بدون كارثة طبيعية. شوفوا معايا يا الاخوان. هاد الجزائر الجديدة تقول الجزائر ضرب الزلزال والمروك وما وقعش فيها الخسائر هذه. شو الحالة كي دايرة؟ شو الغاشي وين ساكن؟ وقال لك حنايا دولة متقدمة، حنا قوة ضاربة وحنا عندنا الغاز والبترول. ها خروطة. الغاز كيش ديك البانوجي وديك العطف. هاي 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 تاع الزيك وحشات. والله هذا كيما هذا ويسير. هذه تاع بالك تاع وليدو. اخونا.
ليه كيما ليه كيما دار عدلان تيو تاع الزيغ ولا ويسيل كذلك اخواني اخواتي غادي نشوفوا الامير محمد بن سلمان اللي هو رجل قوي، رجل قدر انه يحول السعوديه او قدر انه يحقق اقوى الارتفاعات في الاقتصاد ديال السعوديه. واخا حنا كنعرفوا السعوديه هي دوله يعني قويه من شحال هذه، ولكن هو زاد انفتح للعالم الخارجي. المهم ان السعوديه زادت في التطور ديالها، اليوم راها كتستعد للتطبيع الرسمي مع اسرائيل. التطبيع، اما العلاقات فكانت دائما قائمه ما بين البلدين، غير كانت سريا او في السر. فابن سلمان غادي يدير واحد الحوار مع صحفي، هذا الصحفي غادي يسولو غادي يقول ليه السعوديه دوله غنيه لانها كتوفر على الغاز والبترول. فابن سلمان غادي يجاوبه وغادي يقول ليه واخا يكون عندك الغاز والبترول فهذا ليس بمؤشر انك دوله غنيه، فهناك دول عندهم البترول والغاز ولكن دول فقيره، وهناك يقصد الجزائر. فنشوفوا هذا المقطع ونتلاقاو من بعد. بذكر موضوع دخل المواطن، في سؤال يتكرر، كل ما ارتفع النفط ترتفع أسعار الطاقة وخاصة البنزين، يتكرر السؤال احنا دولة غنية كيف يرتفع عندنا البنزين؟ وش حسب الدولة غنية؟ دولة نفطية يعني. بس دولة نفطية مهمة، دولة غنية، الجزائر دولة نفطية، العراق دولة نفطية، هل هي دول غنية؟ طبعا الدولة الغنية تقارن بمقدراتك ومداخلك الاقتصادية. فصراحة صفعة قوية من بن سلمان للجزائر، لا هيبة لها ولا وزن لها، دولة فقيرة، دولة ديال الطوابير، وهاد لا وزن لها ولا هيبة راه كان سبق قالها وزير خارجية روسيا اللي قال لهم بلي الجزائر او ان البريكس كيقبل غير الدول اللي عندها وزن في العالم وعندها قيمة وعندها هيبة، ماشي بحال الجزائر. الان غادي نمروا للموضوع الرئيسي. اخواني اخواتي، دائما المملكة المغربية كدير الخير في الدول ولكن دائما كنكروا الجميل. رئيس ناميبيا، هذا الرئيس خد الكلمة في الجمعية العامة عند الأمم المتحدة وقال بلا حيا بلا حشمة أو بلا حشمة بلا حيا، كنشكروا المغرب فعلا، كنشكروا المغرب أنه وقف معنا باش أننا خدينا الاستقلال ديالنا من ألمانيا. ولكن دابا جاء الدور على المغرب أنه يوقف مع الشعب الصحراوي بلا حيا بلا حشمة، قال هذا الكلام. قمة الوقاحة ديال هذا الرئيس، المغرب عرض الدولة ديالو للخطر ووقف بجنبهم حتى ناميبيا شدت الاستقلال ديالها، واليوم بلا حيا بلا حشمة كيقول خاص المغرب يقسم بلادو. ففي عوض أن هذا الرئيس يعترف بالجميل ويقول كنشكر الدولة المغربية، يعني المغرب وقف معايا أو المغرب وقف مع حركة التحرير ديال ناميبيا، قال نعم المغرب دار فينا الخير ودار فينا خير كبير، ولكن اليوم كنتمنوا من المغرب يوقف مع الشعب الصحراوي ياخذ الاستقلال ديالو. فهنا اخواني اخواتي، هذه راه بين العور، رئيس دوله كيشكر دوله اخرى انها دعمت بلادو باش خدا الاستقلال، وكيقول كنتمنى المغرب يدعم الانفصال في بلادو. فهاد الكلام لا يعقل وهذا يعني غير منطقي. هنا الرائحة الكريهة ديال النظام العسكري الجزائري، رائحة البترودولار، رائحة الكابرانات اللي كتعطي من ناميبيا، بين أنه خدا فلوس صحاح باش أنه يقول أو باش أنه ينكر الجميل، كلام غير منطقي. تصوروا المغرب دعم الوحدة ديال الترابية أو وحدة الترابية ناميبيا باش يخرجوا ويردوا الجميل بالجميل، إلا الرئيس ديالهم قال لك كيتمنى المغرب يقسم بلاده، المغرب يقسم بلاده ويعطي أراضيه لواحد الجماعة إرهابية. هذا هو نكران أو نكران الجميل، هذو هما الرؤساء اللي كيعجبهم الرشاوي. فأكيد إخواني أخواتي، قبل ما وصلوا للأمم المتحدة الجزائر خدمت خدمتها، دات الشنطة ديال الفلوس الرئيس باش يقول هاد جوج كلمات. فواخا يقولوا اللي يقولوا، الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا غالب إلا الله، الحمد لله الملف ديال الصحراء انتهى، وإن شاء الله غادي نتوجهوا للصحراء الشرقية.